أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مدرس في مدرسة ثانوية، ويرد إلي أسئلة من قبل الطلاب خارج الدرس، وهو مما يخص حياتهم، فأجيب عليها، هل يلحقني شيء عن ذلك؟ الكلام الذي فيه توجيه للطلاب ونفع لهم هذا مطلوب، لأنك مرب لهم وموجه لهم، الكلام الذي فيه فائدة وتوجيه لهم هذا شيء طيب ومطلوب، لكن مع مراعاة عدم أخذ الوقت الكلام الذي يكون خارج الدرس، لأن الدرس هو الأصل والوقت للدرس، ولكن لا مانع من أن يتخلل ذلك الكلام الطيب والتوجيه الطيب إذا جاءت مناسبة. نعم.